السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، ورمضان كريم عليكم وين ما كنتوا. قبل كم يوم صارت عندنا عاصفة هوية قوية، فعندي نخلة طولها تقريبا 7 أمتار وحاملة يعني بها تقريبا 10 عثوق وطويلة، أنا ما أقدر أصعدها، يعني ما أصعد تار، أتركها للطير عادة. والشي العجيب انه بدون تلقيح هي تلقح روحها بنفسها من الغبار الطلع المتطاير يعني، ولا تشيص ابد. المهم فانكسرت نتيجة الهواء، فقررت انا اقطع راسها وازرعها، فقطعت مسافة متر تقريبا من يم الراس، وقصيت السعف الاخضر كله ونظفتها، وقصيت الحمل مالتها العثوق، وتقريبا هيجي هاي المسافة خليتها تقريبا متر، ودهنتها، جبت لها دهن، دهنت مكان القطع، وحفرت لها هاي الحفرة، وراح ازرعها بطريقة الزرع الحديثة، واتمنى انه الله سبحانه وتعالى يبعث بها الحياة. طبعا احنا عندنا دعاء من نزرع اي نخلة او اي شجرة نقوله كذلك، هذا الدعاء: يا باعث الروح والحياة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا باعث الروح والحياة، ابعث الحياة في هذه النخلة واجعلها مخضرة مخضرة مخضرة، من الله التوفيق، الله سبحانه وتعالى يبعث فيها الحياة من جديد، وهو باعث الروح والحياة، وهو على كل شيء قدير. واتمنى انه راح اتابعها، واتمنى انه هاي الطريقة تنجح. طبعا انا مسويها من قبل بس مو بهالحجم هذا، ونجحت عندي، يعني مسويها من قبل، هم نخلة كانت شو اسمه متأذية، ويعني مأذيها هذا حفار النخيل، تاتو احنا نسميه. المهم فقصيت راسها جبتها وزرعتها ونجحت وأكلنا منها الحمد لله، وموجودة حية ترزق. المهم أتمنى انه هاي النخلة الله سبحانه وتعالى يبعث بيها الحياة. هسه راح أغرسها، خليها بالحفرة وأدفنها. هاي زرعتها ودفنتها بهاي الطريقة، سقيتها نقعتها ودست أرضها كلش يعني عن الهواء، لأن الهواء يسبب لها فطريات وبكتيريا وتموت. المهم هاي الطريقة اللي زرعتها بيها أنا، دفنتها كلش، ومن الله التوفيق. وراح ننتظر من 3 أسابيع إلى شهر ونشوف إذا بين الدفع. إذا نجحت هاي الطريقة بعد نستغني عن الترقيد الهوائي المتعب، ترقيد الهوائي للنخيل متعب ومؤذي يعني صعب، فهاي الطريقة إذا نجحت بعد هاي تغنينا عن الترقيد الهوائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.